ايه ده قاعد متعكنن؟ تعال اعمل لايك واتفرج على اسوأ عمال في الدنيا. الحق الحق يلا، العربية راحت. العربية دي لو بتاعتي صدقني هعمل الغلط معاك. بتعمل ايه؟ كفاية كفاية واحدة وامشي، يعني كفاية يا عم كفاية يا ابن عمودك الفقر طلع لورا. انا شايف عمودك الفقر يا دي. يا جدعان يا جدعان، حاسس ده اول يوم اروح فيه الشغل فعلا، وده اللي بيحصل معايا على طول. حاسب يا كابتن بتديني يعني ما. مش كده يا امي يا جدعان، يا مش كده والله، يعني خلوا في حاجه بس ايه ده كابتن؟ كابتن يا جدعان بقى، يعني عندي فلوس ناس، دي فلوس ناس يا ديني. والله ما ينفع. ايوه كده الشغل اللي يفتح النفس. عايز سلام بقى كابتن، ولا بتعمل ايه ولا بتعبي ايه انت يا كابتن؟ بتعبي ايه؟ طب احنا عايزين نفهم انت بتعبي ايه. اه تلج، تمام. الراجل يا جماعه عبى تلج ونسي يحط الايس كريم. شوف على فكره الناس دي بتمثلني جدا، انا بقول الله الحاجات دي بتغسلني كده من جوايا، تغسلني تغسلني. الراجل ده شكله خبره. الراجل ده اسمع، ايه ده العجينه فين؟ لا يا عم مش مشكله، في ده مشكلة ولا يهمك. أستاذ ده كتير عليك يا أستاذ. يا أستاذ يا جدعان، ده فلوس ناس، ده فلوس ناس، ده عاملين الكروة عشان ناس. اللي بعده يا ابني، اللي بعده الواحد. الله عليك يا أستاذ، هي الواحد، هي الست. إيه ده، هي راحت فين؟ أستاذ يا أستاذ، إحنا لسه كنا هنشيب بالستات يا أستاذ. يا أستاذ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. تخيل بقى لو حصل معاك ده، إن الراجل اللي بيفحت شال سلك النت. اعتقد انه والله العظيم افترى افترى، واحنا محتاجين كده. ايه ده، ده الله. الحرف برضه يا جماعه، انا عايز اقول لكم حاجه عن الحرف النجاره، ان لازم يكون عقلك شغال جدا فعلا. يعني يا عم يا عم انت بتعمل ايه الاخر؟ الله، دي ميزه الاغاني على الله. كملت مفيش اي حاجه. استاذ الكلاب يا استاذ الكلاب، يعني بعد اذنك الكلاب، بعد اذنك. لا عم ماريو، الكلب ورا عم ماريو، عم ماريو.